أهله. أهله ما بدهم ياني، ضلوا يوزوا على راسه، ما بحبوني. بعدين؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ يعني هو هلأ وينه؟ سافر، عنده قريبين بالبرازيل، سافر لعندهم. وانت ليش ما رجعتي لعند اهلي؟ اهلي؟ اهلي كمان ما بدهم ياني، اخوتي. قال شو؟ تجوزتي غصبا عنا، روح ارجعي وانت رح ما كنت. وانت ليش تجوزتي غصبا عنهم؟ ابي كان موافق، بس اخوتي مو راضيين. ما بحبوه، من زمان ما بحبوه، ومن حظ الزفت انه ابي عطاك عمره، واخوتي لهلا ما راضين ينسوا ولا راضين يسامحوني. والله سكرت بوشي، ولولا انه حرام كنت قتلت حالي. شو تركي حالي؟ لك مو بس حرام، الف حرام. لك شو انت مستخفي بحالي؟ هالوش الحلو هاد وهالجمال كله، ولك احسن رجال بالدنيا بيتمناكي، شو مفكري حالك شغله قليله انت؟ روحك الحلوه بالمكفى. حكي، كله حكي. بالعكس، انت فعلا هيك، ليش مانك مصدقه؟ شو بدي صدق؟ مزبوط كلامي. يعني اي واحد بالطريق بيجي بيطلبني رح اتجوزه. انا بدي الستره، ما لي طالبه غير الستره. ايه شو يعني؟ بترمي حالك وتتجوزي مين ما كان؟ خلاص اندقينا مرة بكفي. ما هذا اللي عم قوله أنا كمان، بس شو الحل برأيك؟ الحل؟ جوعان؟ مالي نفس اتسمم شي. عاملت لك الاكله يلي بتحبها، لحمه بالصينيه. ما بدي لحمه ببطيخ، بدي اتحمم. في مي سخنه؟ ايه الخزان مثل النار. يعني ما في مي سخنه؟ مالك مسخنه مي؟ بس الخزان ميته سخنه كثير. تصير ما عم تفهمي علي، ما عم تفهمي علي منو؟ قلت لك ما بتحمم الا بمي سخنه، تفضلي سخني لي مي. بدك ياني انا موجوده، بس بالحلال، وغير بالحلال ما تحلم تلمس ضفري. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ تجوزني. تجوزه؟ بس انا متجوز، ومتجوز بنت عمي، وبنت عمي اللزم. انا ما عم اقول لك طلقها، بالعكس، اصلا انا ما بدي اياك تعمل هيك. Thank you.
شبك هشام؟ عم يجعك شيء؟ لا لا ما في شيء، ما بيجاني شيء. رجعي انت نامي. ايه ماما، ما قلتي لي شو اخباره لهشام؟ ليش انا عم اشوفه؟ من الوظيفه للميكرو للنوم. شبكي ماما؟ مالك على بعضك؟ ما بعرف شو صاير له. بضل عم يخانق ويعيط. بضل معصب ومو عاجبه شيء. حاسه انه ما بده يعني. ما بده يعني كلي. ايوه انت شو عم تحكي؟ اي والله والله هشام ما في منه. بس يا امي بدك تعذري، الرجال عم يشتغل باليوم 12 13 ساعه، اكيد بده يرجع على بيته معصب. بس انا مالي مقصره معه بشي، عم اقدر تعبه وعم ريحه. بس ليش هالمعامله يا امي؟ صار له مده هيك. قلبي عم يقول لي انه في شيء صاير مو طايقني. هشام ما مزيل الا سر. بتقول انت مو سمعاني عن سر المكان؟ سمعاني، اكتب عن هالسر. ومين بده ينشر لي؟ ولا بدك ياهم ينشروه ببريد القراء؟ معقول انت ولك عادل؟ يعني ما بتعرف حدا من هدول؟ ما الك علاقات؟ انت قلتيها، النشر بده علاقات، وعلاقاتي انت بتعرفيها. يمكن ما حدا واصل بيناتنا غير انت. لك معقول انت؟ معقول لك عادل؟ يعني كل هالكتابة وهالشعر وهالتنظير ما عرفت تدبر حالك بشي مجلة، جريدة، محطة فضائية؟ الساعة 12 الاربع. امشي امشي معي لقلك، امشي لفرجيك شلون بتصير العلاقات. امشي لك امشي. مبروك حبيبتي، ألف مبروك. قولي لي وين نروح هلا؟ بس لا تقولي لي مستعجلة. نروح ناكل بوزة. لا لا لا، بدنا نروح نتغدى. لا شو غدا؟ ما بقدر. مو على كيفك. Thank you.
شو رأيك؟ يا اخي ابو خليل يعني البيت ماشي حاله بس بدك ترعيني شوي بالمصاري. بالنسبه للمصاري ما في مشكله سيدي هشام، يعني بتعرف انت في شويه دفع يعني فرش مو كامل.